يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا انتوا عارفين ان انا يعني مش بعرف اصور فيديو كل واحد منفصل، بصور كذا فيديو مع بعض علشان بس ببقى الموضوع عندي شويه ببقى مشغوله، فما ببقاش لاحقه يعني وقت ما بقعد. مناسب جدا لقعده البيت. طبعا احنا قاعدين فبيبقى وشنا زي ما انتوا شايفين بيل، ما فيهوش اي حاجه لان احنا من كتر السهر والارهاق فوشنا مجهد. فطبعا مش هينفع طبعا تحطي روج جو، فاللي نازل قوي او الفتره دي منتشر جدا هو التنت. طبعا التنت اللي بيتباع اللي هي اللي موجود في السوق طبعا الصيني، والله اعلم هو معمول مكونات طبيعيه مكونات كيماويه، معروف معمول بايه ما تعرفيش. فالنهارده هقول لكم عن طريقه انا جربتها وفعلا جميله جدا جدا جدا، وبتديكي نفس الافكت بتاع الرجاجو في نفس الوقت حاجه طبيعيه على وشك وما فيهاش ضرر. فتعالى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه من مكونات التنت هو الميه المعدنيه او الموارد، يعني المناسب ليكي او اللي موجود عندك في البيت. تاني حاجه هتجيبي من عند العطار حاجه اسمها اللي هي لون الطعام، لون الاكل اللي بيتحط في الاكل اللي احنا كنا بنعمل بيه البيض قبل كده لما بنشم النسيم كنا بنلونه. طبعا ده حاجات طبيعيه ان احنا ممكن مسموح بيها ان احنا ناكلها، فطبيعي ان احنا ممكن نحطها على بشرتنا ما فيهاش مشكله. هنحضره مع بعض وهنشوف شكله عامل ازاي. يلا بينا. طيب انا بس مش موجود عندي دلوقتي، برضو مش متوفر عندي ممكن في علبة مانيكير عشان تستخدمي الفرشة بتاعتها، انا مش موجودة دلوقتي. فعندي علبة كريم فاضية انا كنت عاملة فيها قبل كده. هتحطي شوية مية معدنية او موردة على اللي انت حباه. دي مية معدنية، تحطي مثلا معلقة مثلا او معلقة ونص مية. وطبعا ما تكتريش من اللون الاحمر على ما على حسب ما انت حابه عشان ما يبقاش احمر قوي، لو احتاجتي زودي لو ما احتاجتيش خلاص. فاحنا هنحط مثلا ممكن ايه يعني ربع معلقه كده، يعني حاجه بسيطه قوي، احتاجتي زودي. تمام. وهنبدا نقلب، مش عارفه هو باين، نبدا نقلب كده. هوريكوا شكله بقى عامل ازاي. اول حاجة لو هتستخدمي ايدك طبعا تكون ايدك نظيفة يعني عشان ما تحطيش حاجة على بشرتك. تمام. دي حاجة. تاني حاجة يتوزع بسرعة جدا عشان هو اللون لما لو نشف خلاص ثبت على شكله، فطبعا لازم توزعيه بسرعة قوي. فانا مثلا بقطنة الودان دي شايفين الفرق؟ شايفين الفرق بين هنا وهنا؟ طبعا كل ما انت هتوزعي اكتر كل ما انت هتوزعي اكتر كل ما هيبقى شكله ناتشورال اكتر. فانا طبعا ايه انا وشي اصلا من الحركه احمر، فده اللي مديكي اللون الاحمر الزياده يعني. بس انت احسن ما تكتريش، يعني هو زي ما انتوا شايفين اللون بقى عامل ازاي احمر قوي، يعني ممكن بصوا نقط كده. شايفين ده عشان انا المفروض يعني انا المفروض الاول كنت جربت يعني عملت تيست الاول على درجة اللون عشان ما يبقاش احمر قوي كده. فهنا مثلا بصوا لونه البينك بتاعه حلو جدا، هنا احمر زيادة عشان اللون كتير. لا شايفين هنا
انا عاجبني طبعا الدرجة دي، خفيفة وحلوة وناتشورال جدا. طبعا طالع موضة جدا ان يعني انتي بتحطي على النوز. عايش اقول لكم بقى، كنكم رحتوا مصيف؟ طبعا مفيش مصيف واحنا قاعدين في البيت اهو. ولا بقى تقولي لي روجاجو ولا الحاجات اللي هي ممكن تضرك اصلا وانت قاعده في البيت، لا حاجه طبيعيه وممكن كمان تتحط على الشفايف، بس عشان حاطه روج فمش هينفع. فانت ممكن بتحطيه، طبعا بيقعد معاكي ثابت. هو بس لو طبعا بتتوضي والكلام ده كله هيخافي، بس سهله يعني، حطي ليك نقطتين ونظبط الدنيا. هو هتحسي كده ان انت شكلك قاعده، شكلك عسول من غير حاجه، دوبك حاجات بسيطه. ممكن تحطي ماسكاره برده خفيفه خالص، بلاش الفتره ديت، بما ان احنا قاعدين في البيت على ما ربنا يفرجها كده ونخرج نكون بشرتنا بقت كويسه، ولو حد عنده مشاكل فيها بدات تتعالج وبدات تخف المشكله، فده احلى احسن طريقه ان انت تستفيدي بالقعده البيت في الحاجات المفيده، بالماسكات انا كنت برضو عامله قبل كده اللي هو تنظيف البشره وكده. اكون خلصت الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكوا اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. استنوني الفيديو الجاي، باي باي.